هناك العديد يعني الكثير من هذه العمليات، وقد حجب العدو الإسرائيلي عن مدى خسائره الكبيرة في صفوفه. ويعني عندما تشاهد أن هناك حسينية في إحدى القرى قد وصل إليها كتيبة من سلاح المشاة، وتفجر هذه الحسينية على رؤوسهم، ويعترف الإسرائيلي بثلاث قتلى، يعني ذلك أنه ربما أكثر، يعني 30 90، يعني هناك أعداد كبيرة جدا في الجيش الإسرائيلي من القتلى. وحتى الآن أحد القادة العسكريين يقول أن هناك أكثر من 1000 عنصر من عناصر الهجوم قد خرج من الخدمة. أكثر من 1000 عنصر، يعني هذا فقط في 19 يوم السابقة. صحيح. ما عدا الدبابات، ما عدا الخسائر الأخرى. نعم، هناك يعني مسألة مهمة يجب لفت النظر إليها، أن العدو الإسرائيلي اليوم يتبع تكتيكات أنه لا يهجم من خلال الدبابات ولا يدخل مداخل طويلة من خلال الدبابات، إنما يدخل من خلال المشاة فقط، ومن ثم تدخل بعض الدبابات. وعندما تشاهد هذه الدبابات، حتى لو كانت المشاة لم تصل إلى مكامن المرسومة لها في الكمائن الخاصة بحزب الله، يقوم الحزب بقصف هذه الدبابات، بضرب هذه الدبابات وإشعالها في حينها. يتفادى العدو الإسرائيلي اليوم خسائره في الدبابات، لأن هناك أصبح فقرا في الدبابات، بالإضافة إلى أن حزب الله متفوق كثيرا من ناحية سلاح مضاد للدروع بنوعين من الصواريخ، الكورنيت والكورنيت المعدل في لبنان، وهناك صاروخ النص الإيراني الذي يصل مداه إلى 10 كيلومتر. وهذا يعني لأول مرة، وهو موجه تلفزيونيا، ولأول مرة في تاريخ الصراعات العالمية يكون هناك نوع من أنواع الصواريخ المضادة للدروع الموجهة يعني ذات هذا المدى. يعني لا يمكن لأي دبابة في العالم أن تصل مداها إلى هذا المدى، يعني ذلك أن التفوق الكامل في موضوع سلاح المضاد للدروع على الدبابات الإسرائيلية اليوم.